الغناء اولا، واسامه الطيب شعر وموسيقى و و و و والفائز في دي دي اكس اسامه الطيب فليتفضل. للتغيير دون، هذا هو سؤال المسابقة. البعض يعتقد أن لا سبيل للتغيير دون تعليم، دون إصلاح سياسي، دون أمل، دون قبول الآخر، دون الحب، دون دون دون. وأنتم ماذا تعتقدون؟ موسيقى، أنت ماذا تعتقد سيدي؟ أن لا سبيل للتغيير بدون ماذا؟ تنرجع لك القناعة. لا سبيل للتغيير بدون ماذا؟ العدل والحرية. أنا اليوم لن أعتمد الطريقة الكلاسيكية لأفرض رأيي على أنه الأصح أو الأفضل أو الأحسن. سوف أترك لكم المساحة لتقديم رؤيتكم لهذا الموضوع الشامل والكبير. يقولون أن الصورة تساوي 1000 كلمة، فها أنا اليوم أحاول تصوير 1000 الكلمات وألاف العبارات بقطعة موسيقية ألفتها بعنوان تغيير. أطلب منكم أن تستمعوا إليها جيداً، لأن كل نوتة وكل جزء وكل صوت عنده معنى. وأطلب منكم أن تطلقوا العنان لخيالكم وتستنتجوا هذه المعاني. سوف أسألكم بعد ذلك عن ما هي قراءاتكم. فلكم حرية القراءة.
أسألك سيدي في اعتقادك ماذا أردت أن أقصد بهذه القطعة؟ لا سبيل للتغيير بدون ماذا؟ ماذا أردت أنا أن أقصد؟ الشغف، passion، الشغف. أنت سيدي في كلمة واحدة، الإبداع. أنت سيدي الحياة، سيدتي الموسيقى، فالطموح. ففكرتي هي لا سبيل للتغيير دون اقتناع أن لا يوجد سبيل واحد للوصول إلى هذا التغيير المنشود. السؤال كبير جدا، وكل منا يرى العالم بمنظاره، يرى العالم بالطريقة التي يراها صائبة. فإن أردنا حقا التغيير علينا تعلم تقبل أفكار مختلفة والعمل معا بهذه الأفكار المختلفة كمجموعات، كمجتمع، كأمة، للمضي قدما بأفكار تقودنا نحو غد أفضل، لنعلم ثقافة المثابرة، ثقافة النجاح بدل ثقافة اليأس، لنعلم ثقافة الحب والتسامح بدل الحقد والكراهية. وشكرا.